امرأة دخلت مكة وهي حائض ولم تنوي العمرة، فإذا طهرت وهي في مكة. امرأة دخلت مكة وهي حائض ولم تنوي العمرة، فإذا طهرت وهي في مكة فهل تخرج إلى التنعيم وتنوي العمرة من التنعيم؟ إذا كانت حين قدومها ناوية للعمرة، حين مرورها على الميقات ناوية للعمرة، وظنت أن الحائض لا تحرم، هذا غلط. الحائض تحرم ولكن تبقى على إحرامها حتى يزول عنها الحيض وتغتسل وتؤدي النسك. فإذا كانت جاءت بنية العمرة ومرت على الميقات ولكن لم تحرم لأنها حائض، هذا جهل منها. فإذا طهرت وأرادت العمرة لازم ترجع للميقات الذي تعدته وتحرم منه وتؤدي العمرة. نعم.